بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة، سنتحدث اليوم عن العدد الذري للذهب والفضة في آيتي آل عمران والتوبة. طبعا هذا برهان علمي جديد على إعجاز القرآن. كيف تحدث الله عن الذهب والفضة في القرآن؟ في البداية أيها الأحبة، لدينا هنا الجدول الدوري الذي يعطينا العدد الذري لجميع العناصر كما نرى، حتى العنصر 103، الهيدروجين أخف العناصر، ثم الهيليوم، وهكذا حتى نصل إلى أثقل العناصر تحت. هنا لدي الذهب والفضة على نفس العمود. الذهب عدده الذري 79 والفضة 47، إذن العدد الذري للذهب أيها الأحبة كم؟ 79، والعدد الذري للفضة 47. هذه معلومات طبعا حديثة لم يكن أحد يعلم عنها شيئا زمن نزول القرآن، ولكن سوف نرى تركيبة عجيبة في القرآن لحروف الذهب والفضة في الآيتين اللتين جمعتا الذهب والفضة في القرآن، وكيف أن عدد الحروف يساوي العدد الذري ولكن بطريقة رائعة. طبعا هنا قلنا العدد الذري للذهب 79، العدد الذري للفضة 47. إذن احفظ معي هذين الرقمين أخي الحبيب، العدد الذري للذهب 79. ما هو العدد الذري أصلا؟ كل العناصر في الطبيعة أيها الأحبة هي أساسها ذرات، يعني الذرة هي وحدة البناء الأساسية في الكون. نفس العنصر الموجود هنا على الأرض هو نفسه في النجوم، هو نفسه في المجرات، في الدخان الكوني. فكل عنصر يحوي عددا من الإلكترونات التي تدور حول النواة. عدد الإلكترونات هذا في كل عنصر مميز، لا يوجد عنصرين أو عنصران متشابهان. فالذهب فيه 79 إلكترون، والفضة فيه 47 إلكترون. إذن الذهب أثقل من الفضة لأنه كلما زاد عدد الإلكترونات يزداد ثقل العنصر. طيب الآن في القرآن العظيم أنا لدي آيتان ذكر فيهما الذهب والفضة معا. طبعا عنصر الذهب ذكر في القرآن والفضة ذكرت منفردة، ولكن اجتمعا في آيتين فقط. الآية الأولى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، هنا أيها الأحبة، والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. هذه الآية الأولى. الآية الثانية التي ذكر فيها الذهب والفضة قول الحق تعالى في سورة التوبة: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. هنا الحديث بقى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. أخي الحبيب، لتفهم هذه المعجزة أرجو أن تدقق معي قليلا فقط، دقيقة واحدة دقق
تستمتع معي بهذا التناسق العجيب. قلنا الذهب 79 والفضة 47، وأنا وضعت هنا طبعا الذهب 79 والفضة 47، وهنا الذهب 79 الفضة 47. الآن أريد أن أطرح هذه الأسئلة: كيف توزعت حروف الذهب والفضة عبر حروف الآيتين؟ وهل هناك إعجاز في أعداد هذه الحروف؟ وهل يمكن أن نجد علاقة واضحة بين عدد حروف الذهب والفضة وبين العدد الذري للذهب والفضة؟ يعني الذهب والفضة، حروف كلمة الذهب ما هي؟ ألف لام ذال هاء باء. حروف الفضة ما هي؟ ألف لام فاء ضاد هاء، الفضة. الآن أخي الحبيب، أنا أريد أن أدرس توزع هذه الحروف. يعني في الآية الأولى لا أعد كل الحروف، أعد فقط حروف الذهب والفضة، الذهب والفضة. يعني انظر معي هنا قبل أن نكمل: الذهب والفضة. أنا أريد أن أعد حروف الذهب والفضة في الآيتين لأستنتج الإعجاز في أعداد الحروف، وأنه يستحيل تركيب آيات تشبه القرآن، يستحيل تماما. في الآيتين أيها الأحبة، الآية الأولى والثانية، عندما نقوم بعد حروف الذهب والفضة، يعني حرف الألف كم هنا؟ حرف الألف نجده 46 مرة، حرف اللام 40 مرة، حرف الذال 6 مرات، الهاء 16، الباء 14، الواو 21، الألف 46، اللام 40، الفاء 5، الضاد 2، الهاء 16. الذهب والفضة، قمنا بعد كل حرف من حروف هاتين الكلمتين، يعني هذه الحروف عددناها في الآيتين، فكان المجموع 252 حرفا. إذن عدد حروف، مجموع حروف الأعداد الذرية للذهب والفضة كم؟ 79 هنا زائد 47 هنا أيها الأحبة، زائد 79 زائد 74، لأن كل واحد ذكر مرتين. المجموع كم؟ 79 زائد 47 زائد 79 زائد 47، جمعنا الأعداد الذرية كان العدد 252. إذا مجموع الأعداد الذرية للذهب والفضة في هاتين الآيتين 252. انظر معي هنا، عدد حروف الذهب والفضة في الآيتين هو نفسه 252، نفس العدد تماما. سبحان الله، يعني كيف نفهم هذه النتيجة أيها الأحبة؟ أنا هنا وضعت صورة من البرنامج تبين لنا أن حروف الذهب والفضة ذكرت أو تكررت 252 مرة في هاتين الآيتين. إذن أنا لدي العدد الذري للذهب والفضة، الذهب والفضة المجموع 252، وعدد حروف الذهب والفضة في الآيتين هو ذاته. سبحان الله، دعوني أرجع معكم للآيتين الكريمتين في سورتي آل عمران والتوبة، سورتي آل عمران والتوبة. انظر معي أخي الحبيب،
الله عز وجل عندما أنزل هاتين الآيتين نجد أنهما كتبتا بطريقة مختلفة يعني عن الطريقة التي نكتب بها. يعني مثلا كلمة الشهوات ليس فيها ألف هنا، كلمة القناطير ليس فيها ألف، كلمة الأنعام من دون ألف، كلمة متاع من دون ألف، الحياة كتبت بالواو بدلا من الألف، هنا الحياة كتبت بالواو، مثلا بالباطل من دون ألف، أموال من دون ألف. بينما تجد كلمة عذاب، عذاب فيها ألف، عذاب فيها ألف. لاحظت؟ يعني لا توجد قاعدة تستطيع أن تقول كل القرآن، لا، هو كتب بطريقة خاصة القرآن. فكتب بهذه الطريقة لماذا أخي الحبيب؟ ليحقق هذه المعادلة أن عدد حروف الذهب والفضة هو ذاته يساوي العدد الذري للذهب والفضة مرتين، 252. طيب هذا يجعلني أنا أعتقد أن القرآن ليس كلام عشوائي مثل كلامنا، بل إن الله عز وجل عندما أنزل هاتين الآيتين هو يعلم أن العدد الذري للذهب هو 79، هو خالق الذهب والفضة أصلا، كيف لا يعلم سبحانه وتعالى، ويعلم أن العدد الذري للفضة 47، وتكرر هذين العنصرين مرتين، فجعل عدد حروف الذهب والفضة تتكرر بنفس العدد الذري للذهب والفضة مرتين. طيب ماذا يدل ذلك أخي الحبيب؟ يدل على أن هذا القرآن هو كلام الله تبارك وتعالى، ويدل على استحالة الإتيان بمثل القرآن. يعني أنت كمؤلف كيف ستتحكم بأعداد الحروف داخل النص؟ يعني قد تستطيع أن تزيد كلمة تنقص كلمة، ولكن كيف ستتمكن من تحديد أعداد الحروف، حروف الذهب والفضة، لتأتي مطابقة للعدد الذري للذهب والفضة؟ هذا العمل أيها الأحبة لا يمكن أن يقوم به بشر، يستحيل ذلك. إنه يثبت صدق هذه الآية الكريمة، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، حتى لو تعاون الكون كله لا يستطيع أن يأتي بمثل القرآن. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بهذه المعلومات، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.